نتابع تفاصيل هذا الموضوع، وزميلنا هنا في غرفة أخبار الحدث حسين الطود يتابع بإمعان كل المعلومات فيما يخص هذه التطورات. تفضل حسين. شكرا لك ريم. ريم، أبدأ من حيث انتهيتي. إذ سيطرت قوات البشمركة كما ذكرتي الكردية بالتعاون مع عشائر من قبيلة شمر على معبر ربيع الحدودي بين العراق وسوريا، واتخذت القوات المشتركة إجراءات أمنية احترازية خوفا من وجود ألغام مزروعة. وبحسب المعلومات الواردة من هناك، فإن عشائر شمر قدمت معلومات عن تواجد التنظيم في المنطقة. من جهة أخرى، تحدثت مصادر عراقية عن استعادة السيطرة على قرى عدة جنوب مدينة كركوك. أما في بغداد، فصد مقاتلو عشيرة الجبور مدعومين من القوات العراقية هجوما لتنظيم داعش على حي الجبور في مدينة الضالوعية شمال العاصمة، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا أحدهم انتحاري حسب مسؤولين أمنيين. وهاجم مسلحو داعش الحي من ثلاثة جهات الليلة الماضية، وتواصلت المعارك حتى الصباح. أمنيا قتل نحو 50 شخصا وجرح عشرات آخرون في تفجيرات بسيارات ملغمة وقذائف هاون أطلقت على العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى حسب مصادر عراقية. ففي منطقة الحرية شمال غربي بغداد انفجرت سيارتان، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، كما قتل وجرح عشرات الأشخاص في انفجار سيارة أخرى في حي الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، بينما قتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرون بقذائف الهاون على حي الشعلة شمال غربي بغداد. وفي بلدة الكفل القريبة من مدينة النجف قتل شخص واحد على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار سيارة ملغومة. وفي كربلاء انفجرت سيارة ملغومة أخرى في شارع مزدحم، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل واشتعال النار في سيارة شرطة. وفي بلدة خانقين على بعد 140 كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من بغداد، أعلنت الشرطة مقتل أربعة على الأقل من أفراد الأمن الأكراد وإصابة اثنين آخرين في هجوم بقنبلة على دوريتهم. بالنسبة لضربات التحالف ضد داعش، نفذت الطائرات البريطانية سلسلة ثانية من الضربات الجوية غرب بغداد ضد مواقع التنظيم. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرتي التورنادو انطلقتا من القاعدة البريطانية في قبرص وأطلقتا أربعة صواريخ على آليتين تابعتين لداعش إحداهما مسلحة. هذه هي أعزائي المشاهدين أهم وأبرز التطورات على الساحة العراقية حتى الآن. إليك عودة إلى كريم. شكرا جزيلا لك حسين على كل هذه المعلومات.